راني ضد، نجم يكون ملاعب باهي خاطر انا كنجي للجمعيه نحب الجمعيه تستنفع. انا ما ساعدنيش ملاعب عمره 27 سنه ويعمل كونترات نتاع عامين ولا 29 سنه حتى كيمشي ما تربح منه شيء، بالعكس نجيبه عمره 24 سنه تستثمر فيه نكونه. انا بالنسبه لي انا كمونترينور راهو مش نتايج، بالنسبه لي انا الملاعبي يلزم كل اونترينمون يتحسن. ساعه نقول الملاعبي بيه والملاعبي ما يترانيش، والملاعبي الملاعبي عنده حقوقه وعنده واجباته، واجباته هي التمارين لكن حقوقه باش يخلص زاد. والملاعبي كي الكهرباء صبليت ليسونس المسؤول يخسر كان نهار لحد او ياسين جلاسي ولا ياسر جلاسي يعمل امبو ماتش يقعد يستنى فيه لحد اللي بعده، لحد اللي بعده ما يجيش يقول ما يترانيش بالكدا. فما حاجه لازمنا نعرفوها، انا كي نجيب خمسه ملاعبيه يترونجي المستير يزمني كل يوم يزمهم يتحسنوا. الملاعبية كل زمه كل يوم، لا مش الملاعب التونسي ما يقبلش. الملاعب التونسي قلت لك كيما المسؤول، الملاعب التونسي يشوف روحه نهار الماتش مازلت عندك اللغه الملاعب هذا نتاع اونترمون الملاعب هذا نتاع ماتش موجود. انا شعاش نقول لك ديما يتحسن راس مال الجمعيه شنو هما ملاعبيه والملاعبيه نتاعو وراس مال المدرب الملاعبي. انا اليوم وقت اللي نجي الجمعيه وسي احمد البلي يجيب لي كيما توا خمسه جوارات سته جوارات سبعه جوارات جدد ويرجع بعد شهرين نجيو نشوفوا الملاعبين قبل الملاعبيه وخروا التاني ما قدموش القدام نمشي نربح منهم فلوس. انا الملاعبيه اللي عندي استثمار، يلزم كل اونترينمون يلزم يتعلموا حاجه جديده، يلزم في الاونترينمون مو كلش ديما التمارين الروتينيه اكل الملاعب يبدا جاي في الثنيه ويخاطر وصعب او اليوم باش نترناو هذا او غدو باش نعملو يجي قلق يجي قلق يجي قلق. الملاعب اليوم انا قلت لك لو كان نولي غدوه مدير فني تاع جمعيه انا ما يهمنيش جمعيتي الثالثه ولا الرابعه، انا نشوف الملاعبيه قاعده تتحسن ولا اذا كان الملاعبيه قاعده تتحسن نعرف راه الجمعيه ماشي تتحسن. احنا اليوم شوفوا كان ننتج صحيح ما تلعبش بالكدا ونشوف ننتج على ذلك. انا نحب المستير نحبها تربح لكن نحب العباد تشوف. وانا جلاسي ماهوش جلاسي نتاع مناول، وانا اوكبوتو موج اوكبوتو اللي قعد اربع شهور ما لعبش الكره، وانا موزيس اللي من احسن الملاعبيه اللي عندنا اليوم في وسط التيران موج موزيس اللي كان يلعب في جيبس فهمتي فهمي بالرمضان يلزم يكون من احسن لي زاريال كوش الموجودين في الجمهوريه التونسيه. وهذه خدمه تاع كل اللي عندنا احنا في تونس، وانه اللاعب التونسي في باله البطوله هي المباراه يوم الاحد. علاش الملاعب التونسي ما تلقاوش يلعب في اوروبا؟ الملاعب التونسي كركار في الانترمون. انا فما ملاعبيه كيما الياس جلاسي يلزمني نفسر له باش تلعب في اوروبا يلزمك تتعلم حاجه، وانه الانترمون هو اللي بيه الفائده في حياتك. الماتش تلعب مره في الجمعه، الانترمون ترانا سته سبعه مرات. ليزربيتر اللي عندنا انا ما نكذبش بصراحه تامه، انا شفت ليزربيتر السنه اللي ماتشات لعبت في المستير خاصة برشا اربيترات اللي فريمون باهين باهين في كاس عالم. شوف انا 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 مثلا الملاعب اللي عندي اللي يناقش الحكم، ونحكي لك طرفه صغيره، اللي يناقش الحكم عنده خطيه ماليه كبيره. فهمي بالرمضان ماتش حمل انف حكاه هو وجدتوش عطاه ورقه صفراء خطينا في ملعب في ماتش تطاوين ياسي زياد مشموم ضربوا واحد جاي منافس متغشش ضربوا بونية طاح اللوطة مروحين في الكار قالوا يا فهمي اش بيك ما جيت حميت عليا، قالوا الفلوس باش ترجعهم لي يدي على الخطية. دونك الملاعب ولا يعرف صحيح وانه فهمتني كيما فما الجزاء فما العقاب. مانيش نخلص في الملاعب انا باش يحكي مع الاربيتر مش خدمتك مش انا مانيش عاطيه عقد باش كل مره ولا فما حاجه اخرى اللي عشنا قبل احنا الكره الشيء هذايا تلقاه يجري ولا الاربيتر. وانا اذا كان ملاعب نتاعي نشوفه برشا مرات يجري ولا الاربيتر ويحكي مع الاربيتر نعرفه موش في فورما نخرجه صحيح. هذاك يعمل فيه سينما باش العباد الجمهور الفوق يقول له شوفوا هاو بقلبه هاو يجري ولا الاربيتر ويدافع على جمعيته هو نهارته مش في فورما.